الله معكم أخوتي الأحبة بهالمساء المبارك. موضوع إنجيل اليوم الصليب، صليب طريق المجد. من أراد، اللي بده يتبع يسوع، اللي بده يشوف يسوع، بده يمشي طريق يسوع، بده يمشي طريق يسوع اللي إجا حتى يخدم مش تينخدم. طريق السماء، طريق المجد، طريق الخلاص واحد، هو يسوع المسيح نفسه. طريق السماء هو يسوع، بنمشي يسوع، يعني بنمشي يسوع المسيح اللي قال أنا هو طريق والحق والحياة، ما في طريق غيره. هو الطريق للسماء، هو الطريق للسعادة، للسعادة الحقيقية مش الوهمية. هو الطريق للخلاص، هو الطريق للسلام، هو الطريق للحياة الحقيقية، الحياة الحقيقية الأبدية. هو الطريق لحل كل مشكلة من مشاكلنا. ما نضيع حالنا بالتفتيش عن طريق تاني، ما نضيع وقت تنفتش على طريق تاني للحياة وللسعادة ولغيره، ما رح نلاقي. كل إنسان تايه ضايع عم بيفتش عن معنى لحياته، كل إنسان عم بيفتش عن حقيقة الحياة، ما رح يلاقي الحل والجواب اللي عند يسوع المسيح وحده، يلي عطى لكل شيء بالحياة جواب، وعطى حل لكل مشكلة بتواجه الإنسان. بدنا نفتش بيسوع المسيح. ومن هو يسوع المسيح؟ مين بيكون؟ يسوع المسيح اللي شفى الأعمى، لأنه يسوع هو نور العالم حتى العالم يشوف النور. يسوع المسيح اللي قام لعازر من الموت للحياة، أعطاه الحياة، لأنه يسوع هو القيامة والحياة. يسوع المسيح إلهنا، هو اللي غسل إجرين تلاميذه حتى يفهم ونفهم نحن أن التواضع والنقاوة، نقاوة القلب هن أساس، شرط للشركة مع يسوع المسيح، هن شرط حتى نشترك بالقربان اللي هو المسيح الحي نفسه اللي ساكن بيناتنا. يسوع المسيح هو إلهنا، إله من إله ونور من نور. دعوة ربنا يسوع المسيح لأن اليوم اللي بيؤمن فيه، من يؤمن بي وبده يخدمني يتبعني يلحقني. المسيح أخوتي منه بحاجة لخدمة من حدا، لنفسه هو الله، هو الملء، هو المكتفي، هو الحياة، هو الوجود، هو كل شيء، هو اللي بيعطي، هو مش بحاجة لخدمة منا. إنما شو معنات من يخدمني فليتبعني؟ وينو المسيح تروح أخدمه؟ عم بيقول من يخدمني، اللي بده يخدمني يلحقني، لألحقه لوين؟ وينو المسيح؟ كيف بخدمه؟ وين بلاقيه حتى أخدمه؟ بكل بساطة، ويلي كلنا منعرف إنه هي خدمة الآخر، خدمة لكل إنسان، لكل إنسان، ومنا مجرد خدمة عادية، هي خدمة مثل ما المسيح خدم. بدنا نعطي مثل ما المسيح عطى، بمحبة كاملة. محبة كاملة بتوصل حتى بذل الذات، الموت من أجل هيدا الآخر. نحن أخوتي بعرف مش رح نموت كرمال حدا، بس فينا نضحي كرمال حدا، نضحي بحساب تعبنا. أنا تعبان وحدا محتاج، لا بعدين هلأ بدي ارتاح، فيني ضحي واتعب زيادة، أجر عظيم بالسماء، اللي بده يتبعني بده يخدمني يلحقني. فيني ضحي بمال، بوقت، بوقتي، بحياتي، براحتي، بكل شيء فيني أعطيه، مش مطلوب موت، إنما فيني أعطي. ما تكون الأنا تبعي هي اللي عم تغلبني، تبطل أخدم رح أخسر ربنا.
من أراد اللي بده يخدمني بده يتبعني. المسيح ربنا إلهنا سوى نفسه بالإنسان المحتاج، اعتبر كل خدمة لمحتاج، لكل فقير، لكل مسكين، هي خدمة لإله شخصيا. وقال كنت مريض، كنت جوعان، كنت محبوس، كنت غريب، كنت بردان، خدمتوني. حط حاله بكل إنسان من هودي الناس التعبانين المحتاجين الفقراء المساكين. وبالمقابل كل مرة منأذي إنسان، إن كان بالقول أو بالفكر أو بالفعل، منكون عم نأذي يسوع المسيح نفسه. شوفوا شو قال له لبولس، مربولس ربنا يسوع، قال له شاول شاول لماذا تضطهدني؟ كان اسمه شاول بولس. قال له ليه عم تضطهدني؟ رايح بولس من أورشليم على دمشق لاحق المسيحيين تيكمشهم ويقتلهم. ترقاله ربنا بالطريق، شاف نور، بعد النور انعميت عيونه، بطل يشوف، سمع صوت شاول ليه عم تضطهدني؟ قال له مين انت يا رب؟ مينك انت اللي عم بتضطهدك؟ منين بعرفك؟ قال له انا يسوع المسيح اللي انت عم تضطهده. شو يعني انت يسوع؟ انا يسوع المسيح. رايح يقتل المسيحيين، قال له رايح تقتلني الي، انا عم تضطهدني الي. وهيدي صوره لكل انسان منأذيه. مربولس قال له لربنا ماذا تريد يا رب ان افعل؟ شو بدك اني اعمل؟ شو بدك مني اعمل؟ انعميت عيونه وبطل يشوف. قال له روح على دمشق، فوت على الناس المسؤولين بالكنيسه وهن بيقولوا لك شو بتعمل. نحن خارج الكنيسه عميان، ما منشوف، ما منعرف. الكنيسه بتقلنا شو بتعمل. الكنيسه فيها كلمه الله، وكلمه الله بالانجيل يلي الكنيسه كمان تعطيه. ومن اراد ان يخدمني فليتبعني، على صورة المسيح اللي بده على طريقته انه نتبعه. مشان هيك اخوتي، ما فينا نلعن حدا، ما فينا نسوء الظن بحدا، ما فينا ندين حدا، ما فينا نقاوم الشر بالشر بل بالخير. وكل هاللي طلبهم يسوع المسيح هو طريق. بدنا ننقي قلوبنا، نقاوة القلب. ونقاوة يا أخوتي هي من أجل كرمال استحقاق الشركة مع ربنا يسوع المسيح بالمناولة بالقربان. بدها نقاوة قلب، وإلا بتكون المناولة سبب لدينونتنا إذا كان فكرنا بعده منه نقي تجاه أي إنسان آخر. وهيدي خدمة وقت ما بأذي إنسان حتى بفكره، كون عم بخدم ربنا يسوع المسيح. ما منقدر نخدم ربنا يسوع المسيح بعيد عنه، اني اخترع خدمة على طريق مثل ما انا بدي. بدنا نكون مستعدين لنمشي الطريق اللي هو مشاه، وكان له بمقابل الطريق اللي مشاه ربنا بالعطاء، كان المواجهة له الإهانة، الاضطهاد، الصليب، الموت، الإهانة. هيدي طريق يسوع المسيح. فإذا كيف نحن بدنا نتبعه؟ كيف بدنا نمشي وراه إذا ما منقبل نحمل الصليب؟ من أراد اللي بده يخدمني بده يتبعني، بده يمشي وراي الطريق اللي هو مشاه. بدنا نخدمه ونتبعه كمان بفرح. ليش بفرح؟ لأنه ربنا وعدنا، مطرح ما بكون أنا بكون معي خادم. يعني كل إنسان بيخدمني رح يكون معي بالسما مطرح ما أنا بكون. وهذا أكيد بحاجة لإيمان، بده إيمان، بحاجة لحب للمسيح للموت، بده يكون هو الأول بحياتي، بدي أحفظ وصاياه وتعاليمه. كل كلمة قالها ربنا يسوع المسيح هي طريق للسماء، كل كلمة قالها. وقال اللي بتكون عنده وصاياي، من كانت عنده وصاياي ويعمل بها هيدا بيحبني، واللي بيحبني بحبه بي، وأنا بحبه وأظهر له ذاتي وبين له حالي.
اللي بيحب يسوع، اللي بيخدم يسوع، اللي بيمشي مع يسوع، ربنا يسوع بيبين له حاله، بيعطيه، بيحس فيه. بس بدنا نكون نحن عم ننقي قلبنا تنقرب منه مثل ما هو طلب، حتى نحس بهالنعمة بهالطيبة. وقال كمان: أنا الكرمة وأنتم الأغصان، اللي ما بيثبت فيي بيموت. كل غصن ما بيثبت بشجرة أخوتي بيبس، بيبس بيموت وبينكب بالنار، لأنه من دوني يسوع ما فيكم تعملوا شيء. من دون يسوع المسيح الإنسان ما في يعمل شيء. فاللي بيتبع يسوع المسيح بيكرمه الآب السماوي، لأنه كان أمين لكلمة يسوع ابنه ولكلمته ولتعليمه. الصليب أخوتي كلنا بنعرف أنه صعب، في وجع. الصليب صعب وفي وجع، وكلنا بنعرف هالشيء. إنما إذا قبلنا نحمله، إذا قبلنا نحمله، ربنا ما بيتركنا. مع الصليب على طول في تعزية من الله، في تعزية من ربنا، نشعر بفرح ونحن بقلب الضيق. هي الفرح اللي منحس فيه، هيدي طعمة الله أخوتي، طعمة النعمة اللي ربنا بيعطينا إياها وقت بتكون عندنا كل النية نكون كلنا لإله، لإله وحده. رح يساعدنا، ما بيتركنا، وهو اللي قال. وهيدي الطعمة اللي بحس فيها، طعمة الله الطيبة، هي بتكون عربون للفرح السماوي، للحياة الأبدية. هيدي نقطة ببحر بدوقها هون، بتكون هي السما، بس ربنا عم بيعطيني إياها تكفي، هي بتعطيني قوة تخليني استمر بالطريق مع ربنا. وهيدي السما يلي بيدوقني منها نتفي ربنا، وهي بتجي مع كل مرة بفكر إني أمشي بطريق الله مثل ما هو بده. ربنا بيعطيني هالتعزية. فإذا كنا شركة للمسيح بالألم، رح نكون شركة معه بالمجد. كمان هيك قال مربولوس. المسيح أخوتي كإنسان اضطرب، يعني قلق، وقف قدام الصليب، حس بوجع الصليب كإنسان. وأكيد هيدي نحن كبشر عم بيعلمنا أنه الإنسان بيتخشع، بيتوجع، بيوقف، بيضطرب قدام الصليب. بس عرف ربنا يسوع المسيح كيف يقبل الصليب، قبله بالطاعة لكلمة الآب: لتكن مشيئتك. إذا أنت بدك يا رب أني أحمل الصليب، أنا مستعد. وكمل وقال: فماذا أقول؟ أنجيني من هذه الساعة؟ نجيني يا رب يا بي من هالساعة؟ لا، أنا كرمال هالساعة جيت، إجا كرمال هالساعة أخوتي. ونحن بدنا نعرف كيف نحمل الصليب بالطاعة لكلمة الله. كل مرة أخوتي بنوجع وبتعب وببعد وبهرب من الوجع وبحاول أعمل أي شيء تخلص حالي من الوجع، رح يقوى علي الوجع أكثر. كل مرة بحاول خلص حالي من الصليب، رح يكون الصليب أقسى علي، ما في قرفته. بالطاعة لكلمة الله بمثل ما هو طالب بالإنجيل، الصليب بخف حمله. ربنا بيعطيني تعزية، بيساعدني على حمله، لأنه أصلاً صليب الحياة موجود، ما فيني أرفضه. وين بدي أهرب منه؟ وين بدي أروح؟ إذا كان الموت صليب، وين بدي أهرب من الموت؟ إذا كان المرض صليب، وين بدي أهرب من المرض؟ كل وجع هو صليب، وين بدي أهرب منه؟ بدي أعرف كيف أحمله. وتعرف كيف أحمله، ما في كل كلمة الله واحدة هي اللي بتخليني أحمله. طاعة لكلمة الله، مثل ما المسيح أطاع أباه السماوي حتى الموت على الصليب، لأنه كرمال هيدي الساعة، لأجل هذه الساعة، ساعة الصليب، نحن من آمن بالمسيح لأجل هذه الساعة. بالأخير أخوتي المكافأة، الآب مجد الابن، مجد الابن ابنه يسوع، ورح يتمجد معه كل إنسان تبع يسوع، لأنه صوت من السماء قال: مجد وسأمجد. قال له: مجد اسمك يا رب يا أبي. قال له: قد مجدت وسأمجد. يعني يسوع مجد الآب، والآب بالوقت ذاته مجد ابنه يسوع. الآب والابن عم بيتمجدوا ببعضهم، وكل الإنسان بيمشي مع المسيح ياخد هالمجد. الناس سمعوا الصوت اللي نزل من السماء، صوت الآب: هذا قد مجدت وسأمجد.
قسم منهم ما عرف صوت الله، قالوا هيدا صوت رعد، الدنيا عم ترعد. مثل اليوم اخوتي، ما بنعرف كيف نميز صوت الله. كتار منا ما بيعرفوا يميزوا صوت الله. عاد ما في اصوات براسنا صار صوت الله عم بيضيع بيناتهم، وما بقى عم بعرف اي صوت الله. هيدي بدها التزام اخوتي، وبدها طاعة لكلمة الله، وبدها حمل صليب تصير اعرف صوت الله. يعني لما اقول هيدا رعد او هيدا شو او ما اعرف شو هو، شو بده ربنا مني، ربنا عارف شو بده مني وطلب مني، بس انا ما عم بلتزم تعرف شو بده مني. واضح انه الانسان اللي بيبعد عن كلمة الله ما رح يعرف يميز صوت الله، رح يعمل كل شيء بعيد عنه. ساعتها منبعد، ما بنعرف كيف نميز الصوت. واللي هو قريب طيب القلب، عنده طيبة، عنده نقاوة، مثل هودي القسم الثاني من الناس اللي قالوا هذا صوت ملاك حكي مع يسوع. يعني كان في ناس عندها الطيبة وعرفت تميز. يسوع قال كان هذا الصوت كرمالكم مش كرمالي، لأنه يسوع والآب ما انقطعت علاقتهم أبدا أبدا أبدا. بس حتى الناس تآمن هذا الصوت كرمالنا، كرمالنا نحن. والصوت أخده هو كلمة الله، صوت الآب هو كلمة الله، وكلمة الله هو يسوع المسيح نفسه اللي نزل من السماء من عند الآب من أجل كل واحد منا ومن أجل كل واحد ما بيعرف الله حتى يخلص. آمين.